أنا أي إنسان أحاوره لازم أبص في عينيه بشكل مباشر جدا وتربكه زي ما حضرتك زي ما أنت مرتبكة. طيب هل ده كان مدخل أو أقدر أعتبر البعد اللي هو بعد الخجل من كيفية التعامل مع الأنثى أو اكتشافها اللي خلى حضرتك تكتب على لسان نادي عابد؟ اتربيت أنا على احترام المرأة وتربيت كمان على حاجة غريبة، إن المرأة إنسان قبل أن تكون أنثى. أيوة. وتربيت على فكرة إنه المسافة اللي بيني وبين البنت ليست مسافة جغرافية بل هي مسافة نفسية. بمعنى إنه يحترم وجودها، وفي نفس الوقت أنا في قيم معينة أدبية يعني تحتويني، وعرفت يعني إيه إن أنا أقول لها اتفضلي لما أكون في الترماي. في الترماي عمري ما في واحدة ست دخلت إلا وقمت وقعدت محلي. القيم دي بالزمن بتتلاشى. فردا على سؤالك، ان انا انت عارفة حتى في قصة عاطفية بعيشها، ان ذهبت تبقى الاخت. يعني الحبيبة تتحول. يعني الحبيبة ان ذهبت لأي ظروف ما كملناش الطريق دينها غير ديني، تظل الأخت عندي. ليه؟ لأن أنا حبيت الإنسان الحبيبة لكن أساسا حبيت الإنسان. أيوة. وبالتالي ذهبت الحبيبة وبقيت الأخت الإنسان. فعمري ما حصل إن أنا اختلفت مع حبيبة مضت من طريقي ابدا، وتحولت الى عدو او ازاي انتقم منها ابدا او ازاي اخد حقي ابدا. ظلت الاخت طوال العمر. الله. نعم. هو طبعا بالنسبه لي انا عايزه ابطل القعده دي مدى الحياه. اتفضلي. هنقول بس للساده المشاهدين، قد تكون ده زمن الفقره اللي هتتعرض في الحلقه دي، لكن احنا هنكمل الكلام وهيتعرض في اكتر من حلقه، لاني مش هشبع، وانا يكفيني اني لو خلاص مش هعمل حاجة في حياتي غير الجلسة العظيمة دي، فأنا أكتفي وشبعانة جدا. فقرة خلصت، لكن احنا هنكمل الأسبوع الجاي ويمكن الأسبوع اللي بعده كلامنا مع العظيم الهرم القيمة الأستاذ مفيد فوزي.